بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم محمد الحميد. تكملة لشرحنا السابق على برنامج HDC Ultimate الإصدار التاسع في Adjustment Layer، راح نستخدم أداة ثانية اسمها الأكشن. الأكشن باختصار هو ملف يتم إنشاء ويحفظ فيه جميع التعديلات ومعالجة الصورة. يعني كل تعديل تسويه راح ينحفظ بهذا الملف، وبعدين ممكننا نجر التعديل على صورة ثانية. وظيفة هذا الملف يعني يمكنك تعديل الصورة بضغطة واحدة، ما في داعي تدش مرة ثانية الإعدادات وتدش على Adjustment Layer وتروح شو اسمه، لا، ضغطة واحدة إعداداتك تكون جاهزة إن شاء الله بتعديل الصورة. بدل لا تعدل كل صورة صورة بروحها، بضغطة واحدة تعدل الصورة. وبعد الأكشن يفيدنا ان ممكن نعدل مجموعه صور دفعه واحده، يعني توفر شوي الوقت والجهد في تعديل الصور. وبعد ممكن ان نعاين الصوره قبل التعديل. هذه واجهه البرنامج امامنا، راح نشوف شلون نستخدم الاكشن او ننشئ الاكشن عشان نستخدمه. نفتح مثلا الصوره هذه عن طريق القائمه الفوق هنا Edit. هذه الصوره اللي راح نسوي عليها تعديل. عندنا هنا تحت الزر هذا الموجود مكتوب عليه اكشن، نضغط تجينا الشاشه هذه اللي فيها ممكن ننشئ الاكشن. اذا ضغطنا على الزر هذا يسوي ريكورد الاكشن ويسجل الخطوات. طبعا ممكن نشوف الصوره هذه نعينها من هنا، اذا كنا مسوين اكشن مسابق ممكن نعين الصور، نضغط هنا هذه معينه راح يبين لك التاثير على الصوره. طيب راح نسوي اكشن حق الصوره هذه الحين بعض التعديلات ونشوف شلون نستخدم الاكشن. نضغط على اول شيء على ريكورد. اول ما نضغط ريكورد راح يبين عندنا هنا تحت ريكورد، راح يسجل كل التعديلات اللي راح نسويها على الصوره هذه. الصوره هذه عندنا راح نستخدم اول شيء فلتر الديهاز. مثل ما نلاحظ هنا قاعد يسجل ان استخدمت اد ديهاز ادجستمنت ديهاز. نسكر ديهاز، نستخدم حاليا لايت كيو. الالوان نزيد شويه الازرق، عندنا احمر بعد شويه برتقالي، شيء بسيط جدا بما يتناسب مع الصورة. جميع الخطوات اللي قاعد أسويها تعديل الصورة قاعد تسجل مثل ما قلنا في ملف الأكشن. قلل الإضاءة شوية. نويز ريدكشن خلي على 35 شار، ضاف حدة إلى الصورة. طبعا 70 وايد، ننزل على 70 نخلينا نفرض يعني 40. خلصنا هذه الخطوات في تعديل الصورة، نضغط الحين على ستوب ونحط اسم حق الأكشن، نسميه نفرض يعني سبورت. نفرض هذا اسمه اللي احنا راح نختاره، قلنا له اوكي. الحين لو لاحظ الصورة هذه، نغلق الأكشن من هنا. الصورة هذه ما نبي نحفظها، نرجع مرة ثانية نفتح أي صورة ثانية. هذه صورتنا ما عدلنا فيها ولا شيء، نضغط على Edit، نفتح قائمة الأكشن، نروح حق الملف اللي تونا أنشأناه اسمه Sport، نقول له Play. هذه الصورة ما شو مثل ما شفناها تعدلت في ضغطة واحدة. أيضا ممكن نعدل عدة صور دفعة واحدة. نرجع مرة ثانية، ما نبي نحفظ الصورة هذه، هذا لعدة صور
خمس صور ممكن نحفظهم دفعة واحدة. سلكت عليهم كلهم كذي، نروح على قائمة الأكشن، نختار الأكشن اللي احنا نبي. طبعا انا عندي اكشنات وايد مسويهم، لكن نختار اللي تونا سويناه بلاي. راح ينشئ لنا، راح يضبط الصور هذه كلها. الزين في البرنامج شنو بالاكشن هذا؟ انه خلى الصور الاصليه الموجوده وعطانا صور ثانيه ضايف عليهم زيرو. يعني هذه الصور اللي احنا عدلنا عليهم، هذا مثل ما تشوفهم هذه الصور عدلنا عليهم، وهذه الصور قبل التعديل. هذه وظيفة الأكشن. نفتح الصورة هذه مو معدلة. نفرض انك تبي تنزل هذه، عندك صور وايد تبي تنزلهم بالانترنت، بتحط عليهم اطار، بتحط عليهم اسمك، كل شيء ممكن تسوي عن طريق الاكشن. وضغطة زر واحدة تضبط الصورة كلها. نضغط على عندنا صورتنا هذه edit، نختار مثل الاكشن edit and board. طبعا الخطوات كلها موجودة هنا مثل ما نشوف. راح اسوي جهاز adjustment light شغلات هذه، نضغط ونشوف ايش راح يسوي بالصورة. مثل ما نلاحظ حط حق الصورة اطار والاسم. هذا كله عن طريق الاكشن. ممكن تستخدم قائمة adjustment layer، وممكن تستخدم القائمة الثانية هنا مالت edit mode menu، كلها في الاكشن. تحط الاسم من هنا من القائمه هذه، الروتيت تعدل الصوره. طبعا اذا كان صور كثيره ما يلا ممكن تعدلهم دفعه واحده، او تعدلهم واحده واحده على راحتك. وعندنا هنا الكروب، شغلات هذه كلها ممكن نستخدمها، القائمه هذه والقائمه هذه في الاكشن. ان شاء الله يكون هذا الشرح واضح وكافي، وحياكم الله في شروحات قادمه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.